المصرية هي القمرة الحقيقة، هي اللي بتقوم بمعظم الأدوار في المجتمع. لكن النهاردة احنا بنتكلم عن يوم المرأة العالمي. المرأة في كل المجالات حصلت على الكثير من المكتسبات ولسه عندها طموحات كبيرة عالميا وكمان محليا. هنتكلم أكتر عن مكتسبات المرأة خاصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الهندسية مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة هالة القاضي، أستاذ بالمركز القومي للبحوث والعميد السابق لمعهد البحوث الهندسية. برحب بحضرتك يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وكل مصرية وكل مصر طيبة. يعني واحنا بنتكلم عن يوم المرأة العالمي، خلينا نبدأ بمكتسبات المرأة عالميا على مدار السنين لغاية النهاردة، بعد كده بقى نخش على المرأة المصرية وهي موضوع حلقتنا أكتر. المرأة طبعا الفترة اللي فاتت على مستوى العالم ظهرت في أماكن ما كانش معتاد قوي إن هي تظهر فيها. يمكن كان كلنا زمان نعرف مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية، وكان اسمها لقبها المرأة الحديدية، وكان بيبص لها على ان هي حالة فريدة ومش طبيعية. تمام. النهاردة في عدد كبير جدا من رئيسات الوزراء على مستوى العالم في دول كتير، في وزيرات كتير على مستوى العالم، ويمكن بقى في وزيرات دفاع كمان. فالمرأة النهاردة موجودة قاضية ومحامية ومهندسة، ويمكن مجال الهندسة ده من المجالات اللي المرأة كان وجودها فيه ضعيف قوي ولسه يعتبر برضو مش بالقوة المطلوبة. أي. وجود المرأة عالميا كرائدة فضاء، وجود المرأة عالميا في الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، الاميرجينج تكنولوجيز اللي هي علوم المستقبل، ابتدى النهاردة يبقى لها دور. وإما كانش الدور ده وصل للحد المرضي لطموحات المرأة أو اللي تقدر تديه فعلا المرأة، ده طبعا ده من وجهة نظري. أكيد. كمان المرأة المصرية برضو حصلت على كتير من المكتسبات خاصة في عصرنا الحديث، في عصرنا الحالي. يعني كنا بنقول المرأة قاضي، لكن دلوقتي المرأة قاضي والمرأة خبير في شؤون متخصصة جدا كانت حكرة على الرجال، المرأة نائب محافظ ومحافظ، المرأة تقلدت مناصب في مجلس الدولة، لسه عندنا 98 مستشارة في مجلس الدولة، كمان مستشارة لرئيس الجمهورية في تخصصات كانت بس بنشوف فيها الرجال. فخلينا نتكلم عن مكتسبات المرأة المصرية. ده حقيقي طبعا، ويمكن آخر 10 سنين حصل تغيير كبير جدا في المناصب القيادية في مصر. يمكن احنا المركز القومي للبحوث اللي انا اتربيت فيه واشرف ان انا انتمي ليه وقعدت على ترابيزة مجلس ادارته 5 سنين، يمكن من 10 سنين الترابيزة دي ما كانش بيقعد عليها نسبة من النساء تذكر. في الفترة اللي توليت فيها عمادة الشعبة الهندسية كنا 8 عميدات للشعب من 14. احنا عندنا الشعبة الهندسية، الشعبة الطبية، الشعبة الصيدلية، في قيادات في العلم كله، لان المركز القومي للبحوث ده يعتبر المركز الاب للبحث العلمي. أكيد. على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى الشرق الاوسط، وليه وزن وثقل كبير عالمي. فطبعا الجلوس على هذه المنصة او الترابيزة شرف كبير جدا. وما كنتش صراحه من يوم ما اتخرجت ما كنتش احلم ان في يوم من الايام هبقى حد من صناع القرار في هذا المكان الخطير. وكان طبيعي كلنا كنا مستسلمين ان العادي جدا اقصى حاجه ان توصلي رئيس قسم. العماده ده كان امل، يعني امل بعيد شويه. نيابه رئاسه المركز دي كانت حاجه عمرها ما كانت بتعدي على السيدات ابدا. السنين الأخيرة دي شرفنا طبعا بدكتورة نهاد الشاذلي رحمة الله عليها، هي عالمة بارزة تولت مركز نائب رئيس مركز الشؤون الفنية، وده منصب خطير جدا وفيه مسؤوليات جسيمة. المرأة النهاردة، المرأة المصرية النهاردة بقت وزيرة، أكتر من وزيرة ووزيرات فاعلات. ويمكن احنا زمان ما كناش بنعرف أسامي الوزراء كلهم، النهاردة كل وزيرة مصرية الناس عارفة اسمها كويس. طبعا ده أكيد. كمان حضرتك بتقولي من الدراسة في الجامعة ما كنتيش بتحلمي بهذا المنصب أو بأن حضرتك تقودي مركز البحوث.
فخلينا نتكلم عن القيادة لما حصلت، وإزاي حضرتك كنت قد المسؤولية وتحت إيدك باحثين كتير، والمنصب ده منصب رفيع المستوى. والله هقول لحضرتك، القيادة محتاجة الأول فهم للناس اللي بتقوديهم، ومحبة الناس وثقة الناس. حتى لو الناس مش هتبقى فاهمة قوي انت ليه خدتي القرار ده، لازم يبقى عندهم ثقة ان انت واخدة القرار الصح، لانك انت انسانة عادلة وعارفة انت بتعملي ايه وكفاءة، واكيد بتتصرفي صح. لو الثلاث حاجات دول موجودين هتنجحي في القيادة. لو مفيش ثقة في قدرتك على اتخاذ القرار السليم، لو مفيش ثقة في الشفافية والعدالة في اتخاذ القرار، دي هتبقى مشكلة كبيرة. بالإضافة لحب الناس، ودي يمكن القوة الناعمة للسيدات، إن كل طالبة وكل طالب موجودين معاكي في الجروب الولاد الصغيرين حاسس إن أنتي بتشتغلي بحب وبقلب، وإن هم ولادك وعايزاهم يكبروا. مفيش السنة بتاعت الكومبيتيشن أو الخوف من إن هو يكبر فيبقى منافس ليكي، بالعكس، ودي غريزة في الأنثى أكتر موجودة من الراجل. فدي بتخلق مساحة من التعامل المريح جدا. لما الناس بتبقى واثقة ان انت كفاءة، فانت بتتعاملي بكاتيجوري ان مفيش احتمالية ان انت تبقي حاسة ان اللي بيكبر دوت هيبقى منافس ليكي، لان انت اوريدي انت عارفة قدرك وعارفة شطارتك وعارفة انت تقدري تدي ايه. وطبعا الحاجة التانية تمكين صغار السن، مش بس النساء. يعني اللي حصل ان المرأة صغيرة السن النهاردة بقت بتمسك مناصب، يمكن برضو ترابيزة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث كانت لأول مرة يبقى قاعد عليها ناس تحت سن 50 في أوائل الأربعينات، دي كانت حاجة غير مألوفة أبدا طبعا. لازم يكونوا خبرات كبار، أو ده اللي كان الصورة سابقا. كمان الدولة بتدعم الباحثين في مجال البحث العلمي وخاصة البحوث الهندسية، فخلينا نتكلم عن الباحثين وحصولهم على هذا الدعم بيخليهم يكونوا إيجابيين أكتر ويبقوا قادرين أنهم يقدموا من خبراتهم ومن أبحاثهم الكثير، وفي نفس الوقت مطمنين أن الدولة في ظهرهم. بالظبط، احنا يمكن حصل طفرة كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، السبع سنين اللي فاتوا. أنا مسكت الشعبة الهندسية من سنة أول 2018، لا قبل 2015، سوري 2015. الفترة دي حصل طبعا طفرة في التمويل للبحوث، طفرة كبيرة جدا. المنافسات بقت مفتوحة، ما بقاش لازم يبقى قدام اسم المتقدم للمنافسة ان هو عنده فكرة في مشروع بحثي، ان هو لازم يبقى قدامه تايتل ضخم عشان يبقى الناس واثقة فيه وتديله التمويل ده. فلقينا شباب صغيرين دخلوا في كومبيتيشنز وكسبوا مشاريع ممولة من المركز القومي للبحوث، أنتج فيها في الفترة ديت من شباب صغير كانوا لسه ما خدوش حتى لقب أستاذ، أنتجنا نموذج نصف صناعي لجهاز تسخين بالطاقة الشمسية منافس للأجهزة العالمية، يمكن بنسب محترمة جدا جدا في الكفاءة وفي السعر، رغم أن هو ما تقيمش على المستوى الصناعي. ده كل ده على مستوى النصف الصناعي، ما ينتج على المستوى الصناعي التكلفة المفروض هتقل كتير جدا. الأجهزة طبعا دعمنا بتمويل الأجهزة زاد، بقى عندنا طبعا عدد كبير جدا من أحدث الأجهزة، الميكروسكوبس الكونفوكال مايكروسكوبس، بقينا نقدر نشوف النانو ماتيريال بتفاصيلها. الأجهزة دي كلها مكلفة جدا، كل الميكروسكوب لوحده مثلا كان في حدود 25 مليون، والرقم ده زاد جدا النهاردة. أجهزة الإكس آر إف، الإكس آر دي أحدث أجهزة للكاركترايزيشن والتصنيع، بقت موجوده في المركز القومي. يمكن المركز دلوقتي بيمتلك ثروه كبيره جدا من الاجهزه اللي تدعم اي بحث علمي متقدم. حضرتك بتتكلمي عن الابحاث المتقدمه اللي بيقوم بيها المركز، حضرتك كمان تخصصك اكتر في الصناعات الهندسيه او طريقه الصناعات الهندسيه الصديقه للبيئه، ده اللي احنا محتاجينه في ظل وقتنا الحالي، وخاصه احنا بنتكلم عن مؤتمر المناخ القادم ان شاء الله هيكون في شرم الشيخ باواخر السنه اللي احنا فيها، فمحتاجين اننا كل حاجه تكون صديقه للبيئه، كل حاجه ما تكونش بتضر بالهواء اللي بنتنفسه او بالمناخ اللي احنا عايشين فيه. فعايزه حضرتك تكلميني عن هذه المشاريع الجديده.
هو طبعا عالميا في 17 محور اللي هم 17 SDG لمتبنيهم الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعظمهم مختصين بالمناخ وبالبيئة لتحسين مستوى معيشة البشر وتقليل الإميشن بتاع الكربون دايوكسيد. شغلي مرتبط قوي بتحضير مواد نانومترية من مخلفات زراعية وصناعية، فهي اوريدي هي مخلفات تستخدم كبديل للاسمنت، وهو صناعه طبعا سيئه جدا. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل اكتر عشان ما نقطعش حديثنا، بس معانا مداخله تليفونيه مهمه برضو ونرجع نكمل كلام. معانا المستشاره الدكتوره داليا مجدي عبد الغني. الو، صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيبه. بنحتفل باليوم العالمي للمراه. طبعا كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل مصريه واي مرأة في اي دوله ان شاء الله بخير وسعاده ان شاء الله. وبنحتفل كمان بتعيين 98 قاضيه في مجلس الدوله، فعايزين نتكلم عن هذا الحدث اللي كنا بنستناه بقالنا سنين وفرحانين كلنا بيه كسيدات مصريات. طبعا ده حدث طبعا عظيم جدا، وده طبعا بفضل القيادة السياسية اللي بتثق في المرأة المصرية، والقرار التاريخي اللي اتخذه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وجميع الجهات القضائية بدون أي تمييز بينها وبين الرجل، وده تطبيقا طبعا لمواد الدستور. فده طبعا دليل على الثقة الكبيرة في المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق العدالة، وان هي بالفعل تقدر تخوض اي مجال وتنجح فيه بمنتهى الكفاءه. فطبعا ده حدث رائع جدا، وبيؤكد بالفعل ان اصبحت المراه المصريه ناجحه في كل شيء وليها رياده في كل المجالات، وبتقدر تحقق ذاتها وتتفوق في اي مجال تدخل. اكيد. وقبل مجلس الدولة كانت المرأة المصرية مستشارة وقاضية، وكانت قادرة انها تقوم بهذه المهام الصعبة. بالضبط، يعني الحمد لله هي تعيينها قاضية ده اساسا يعتبر انجاز ومكاسب رهيبة بالنسبة لها جدا، وخصوصا ان هي من سنوات طويلة طبعا بتحاول وان هي تصل الى منصة القضاء، لان بالفعل هي حق ذلك يعني. أكيد. وتعين من زمان في هيئة النيابة الإدارية هيئة قضاء الدولة، وبعدين بعد كده تم تعيينها على منصة القضاء. بدأت إن هي تنظر الدعاوى الخاصة بمحاكم الأسرة، وبعدين أصبحت تنظر في المحاكم القضايا المدنية، وأخيرا أيضا منصة تنظر قضايا الجنايات، وأخيرا طبعا أصبحت على منصة المحاكم القضاء الإداري متمثلة في مجلس الدولة، وأيضا أصبحت تعين في النيابة العامة. فطبعا كل دي مراحل هي خاضتها بالتدريج، وطبعا هي بتعيش في عصرها الذهبي في ظل تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكيد يا فندم، أكيد طبعا، لأنه قد إيه يثق في المرأة المصرية ويحترمها ويجلها وبيديها مساحتها إن هي تثبت وجودها وتثبت جدارتها. وده طبعا إحنا يعني كلنا يعني نساء وفتيات في مصر نتقدم ليه بخالص الشكر على كل العمل. المرأة المصرية فعلا حطها على طريق النجاح وفي وقت قصير جدا جدا. اكيد يا فندم، احنا بنشكر حضرتك، نورتينا في التليفون، ومستنيين حضرتك ان شاء الله تكوني ضيفه عزيزه عندنا في البرنامج. شكرا لوجود حضرتك معانا. دكتورة هالة، خلينا نرجع للصناعة الهندسية النظيفة الصديقة للبيئة. حضرتك قلتي بنستخدم المخلفات بطريقة ايه هي بقى؟ بنحول مخلفات صناعية من نواتج الصناعة بطرق معالجة بسيطة لمواد نانومترية بتستخدم بنسب معينة في الخرسانة كبديل جزئي. احنا النهاردة نجحنا ان احنا نستخدمها كبديل جزئي للأسمنت اللي هو مكون أساسي في صناعة البناء، وبنطمح ان احنا نوصل انها تبقى بديل كلي قريب جدا. طبعا ده هيوفر كتير قوي في استهلاك الطاقة، لان الاسمنت من المنتجات المعروفة ان هي عالية كثيفة استهلاك الطاقة، بالاضافة الى ان هو مادة شديدة تلوث البيئة. فلو وصلنا ان احنا نضيف المواد ديت
للكود المصري للبناء انها تعتمد في الكود المصري للبناء. هي نجحت لدرجه كبيره جدا دلوقتي في الابحاث، احنا نشرنا مع الفريق البحثي اللي معايا ابحاث في مجلات عالميه كبيره جدا، مجله احدى المجلات نيتشر دي اكبر دار نشر عالميه على مستوى العالم، واللي بينشر فيها ده بيبقى شرف وفخر. وطبعا برضو احنا في طفره كبيره حصلت في التمييز بين مستوى البحوث. النهارده كل قيادات البحث العلمي بتمنح مكافآت سخيه جدا جدا للنشر المتميز. ما بقيناش بنبص بس على العدد ان احنا نكون نشرنا ابحاث كتير، بحث واحد في مجله متميزه يفوق كتير جدا 100 بحث في مجله ملهاش صدى. ليه؟ لان احنا التصنيف الدوله عالميا مش بالفلوس اللي تمتلكها، بمكانها على المستوى العالمي في البحث العلمي. فطبعا مصر اتحركت خطوات كتيره جدا لقدام السنين اللي فاتت في الرانكينج العالمي، التصنيف العالمي في مستوى النشر في البحث العلمي، ونطمح احنا لسه عندنا دروباك محتاجين ان احنا نشتغل عليه، وفي توجيهات ان احنا نشتغل عليه التقدم ببراءات الاختراع. احنا عندنا افكار كويسه كتير جدا وعندنا شغل على الارض تم نشره كتير جدا، وللاسف الناس عدم وعيها باهميه الملكيه الفكريه للبلد، ده شغل البلد. قبل ما انشره عالميا لازم احميه بان انا اقدم على براءه الاختراع فيها المحتوى بتاع البحث بتاعي وبعدين اقدمه. والمركز القومي يمكن من اكبر برضو المراكز البحثيه او على مستوى الجامعات كمان اللي قدم عدد كبير جدا من براءات الاختراع خلال السنين اللي فاتت. اكيد. كمان حضرتك قلتي اننا بقينا نشوف من الباحثين والعلماء الصغيرين في السن، مش بس ذوي الخبرات، فده معناه ان احنا عندنا كفاءات وبيتم اختيار بمعايير مختلفه. بالظبط، احنا الكفاءات موجوده، والدليل على كده ان احنا كل الطلبه اللي عندنا في قسم الهندسه المدنيه خارج البلاد بيدرسوا الدكتوراه، وكلها رسائل الدكتوراه كلها مموله بالكامل، هم مش هيصرفوا مليم على رساله الدكتوراه بتاعتهم، سواء مموله من الحكومه المصريه اداره البعثات نظرا لتفوقهم، او واخدين منح مجانيه من الجامعات الاجنبيه، وكانت مرحبه ان هي تستضيفهم لما شافت النشر اللي اتنشر وهم اما حصلوا على رسائل الماجستير. فالكفاءات موجوده، والدليل على كده ان احنا كل مصري موجود في مؤسسه بره مصر بصمه بدون اي مجامله، ما فيش مصري عادي. انا كل ما بدخل، انا كنت بدرس الدكتوراه في الولايات المتحده، كل ما كنت بدخل مؤسسه وفيها واحد مصري كان بيبقى علامه وبصمه وقائد. فاحنا شبابنا متميز جدا جدا. انا يمكن منحازه لشبابنا، منحازه ليهم، لان انا شفت شباب العالم كتير، قعدت مع شباب من مختلف دول العالم، ويمكن برضو انا موجوده خبيره في منظمتين من منظمات الامم المتحده، وليا احتكاك كبير جدا مع الشباب في مختلف انحاء العالم. ولادنا مختلفين قوي. النهارده لما مدينا ايدنا ليهم وقلنا لهم احنا انت مش لازم تستنى لحد ما شعرك يشيب ويجي عليك الدور عشان خاطر تقدر تاخد منصب، وادينا له الثقه، النهارده لما يبقى مساعد محافظ، لما يبقى مساعد وزير، انا اولا بعلمه المسؤوليه وبعلمه القياده. احنا دي كانت مشكله كبيره جدا عندنا في البحث العلمي، ان انت تبقي موجوده شغاله في معملك عالمه باحثه، وفجاه تلاقي نفسك اتعينتي رئيس قسم وانت ما عندكيش اي خبرات اداريه. دي كانت مشكله كبيره جدا، لان الاداره علم، علم وعلم كبير جدا، فلازم يكتسب ويكتسب، مش فجاه هروح ادي حد كورس يتحول لقائد. ايوه. فطبعا وجود ولادنا كصف تاني في الاماكن المختلفه خلف القيادات المختلفه، ده طبعا هيسري اسلوب الاداره، لان ولادنا تفكيرهم مختلف عننا خالص، ما بيخافوش، احنا واخدين على التقليدي، هم ما عندهم الافق مفتوح، طريقه تربيتهم مختلفه، العالم النهارده غير العالم زمان. احنا عشان نوصل لمعلومه زمان كنا نقعد نقدم ونابلاي في نروح اكاديميه البحث العلمي عشان البحث يجي لنا بعد شهر. النهارده احنا بنك المعرفه المصري بقى متاح لينا ان احنا نفتح اي باحث في مصر النهارده من خلال التعاقد اللي الدوله عاملاه مع بنك المعرفه. بنك المعرفه المصري بنقدر نطلع على اي بحث في اي دوله في العالم او اي كتاب لسه منشور امبارح، ما دام نزل بقدر اجيبه من غير ما اقعد استناه ولا ادفع عليه فلوس، كله بقى مفتوح وكله ما بقاش عليه اي فلوس او اي رسوم.
فالنهارده الولاد عندهم فرصه كبيره ان هم يساعدونا، ان هم يملوا الجاب او الفراغ اللي بيننا وبينهم، بين التطور الكبير اللي حصل في العشرين 30 سنه اللي فاتوا، اللي احنا عمرنا ما هنبقى زيهم في الشطاره وفي جرأة التفكير اللي هم اكتسبوها بسبب ان العالم اتفتح الانفتاح الكبير ده الفتره اللي فاتت. هم خدوا الفرصه وبيستغلوها الاستغلال الامثل، وفي نفس الوقت هم عندهم الامكانيات اللي بتؤهلهم لانهم يثبتوا نفسهم. طبعا طبعا، انا احتكيت، قعدت فتره برضو احتكيت بشباب كتير جدا خرجوا من البرنامج الرئاسي، بصراحه كلهم يفرحوا حقيقه، في منهم شغلوا مناصب، اخذوا مساعدين محافظين، ومتحركه ظهرت كلموني يا دكتور احنا اتخذنا، وكانوا فرحانين فرحه كبيره جدا، وخايفين من هول المسؤوليه والمفاجاه، مع ان انا كنت متاكده ان هم هيبقوا فيري سيجنيفيكانت. هم ما شاء الله كلهم، كل واحد فيهم منور في مكان. حضرتك كمان منورانا النهارده، وبنشكرك جدا على وجودك معانا. ضيفتنا اللي كانت منورانا الدكتوره هاله القاضي، استاذ بالمركز القومي للبحوث والعميد السابق لمعهد البحوث الهندسيه. بكده